الساقيه ديال جديده في اطار الفعاليات ديال البطوله الوطنيه الجامعيه كره الطائره الشاطئيه الذكور والاناث. هذه بالمناسبه البطوله اللي كتعرف في الختام ديال الموسم الرياضي الجامعي يعني كانت جديده، كتعرف مشاركه 16 جامعه في الذكور والاناث. جرات تقريبا واحد 40 مقابله في الاقصائيات الاوليه، تاهلوا الان كنشوفوا الان بان راه كانت تزرع المقابلات نصف نهائية، وان شاء الله غد يوم الجمعة الصباح غتكون المقابلة النهائية ذكر وإناث اللي غتكون بتتويج الأبطال الفائزين بالميداليات والكؤوس. So good, man.